السلام عليكم. إذا مرحبا تلاميذ جد مشترك علمي. تمرين في الدوال العددية لا فونكسيون نوميريك. إذا في هذا التمرين هذا غنشوفو لا باريتي، غادي ندرسو لا باريتي دي فونكسيون، يعني زوجية الدالة، يعني هل الدالة زوجية أم فردية، بير ولا أمبير. إذا كنعرفو باش ندرسو زوجية الدالة خصني نتحقق من شرطين. إذا الشرط الأول خص تكون pour tout x appartient à dit f moins x appartient à dit f. إذا لكل x كتنتمي لمجموعة التعريف خص ناقص x تنتمي لمجموعة التعريف الدالة. إذا هاد الشرط هذا يمكن لي نتحقق منه إلا كانت عندي dit f est symétrique par rapport à 0. إلا كان عندنا إذا كانت عندي مجموعة تعريف متماثلة بالنسبة للصفر. الشرط الثاني بالنسبة للدالة الزوجية لا فونكسيون بير اف ديال موان، دونك الشرط الأول هو مشترك ما بين لا فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير. بالنسبة للدالة الزوجية خاصها تكون اف موان اكس لقاها كتساوي لنا اف ديال اكس. الدالة الفردية اف ديال موان اكس ايتيكال موان اف دو اكس. إذا الشرط الأول هو الشرط المشترك بيناتهم، والشرط الثاني يتعلق بالدالة الزوجية، وهذا الشرط الأخير بالدالة الفردية. إذا كنبداو بأول دالة، وأول حاجة كنحدد هي مجموعة التعريف لونسومبل دو ديفينيسيون. إذا اف لي اكس إتي فونكسيون بولينوم، دونك لونسومبل دو ديفينيسيون دون فونكسيون بولينوم إيت إيكال أ إر. دونك شنو كنقولو؟ كنقولو f est une fonction polynôme donc un réel a toujours une image donc est égal à R. إذا في لي فونكسيون بولينوم فدائما أي عدد حقيقي له صورة، وبالتالي مجموعة التعريف هي R. إذا الشرط الثاني غادي نحسبو F ديال دونك حددنا مجموعة التعريف. إذا بوغ إذا الشرط الأول بوغ تو X أبارتيان R موان X أبارتيان R، هذا طبيعي. فإلا كانت إثنان كتنتمي إلى R فناقص إثنان كتنتمي إلى R، يعني جميع الأعداد تنتمي إلى R. الشرط الثاني إذا كنحسبو F ديال موان 6، إذا نعوض X بناقص X، إذا 3 كنشتغلو على الدالة F لي X. إذا X كاري يعني ناقص X الكل أو كاري موان 5، إذا ناقص أو كاري ناقص كتمش مع المربع، إذا كيبقى لنا 3 إكس مربع ناقص 5، وهذا هو التعبير ديال إف دو إكس. إذا إف إت أون فونكسيون دونك إف إت أون فونكسيون بير. الآن دابا الدالة الثانية بنفس الكيفية نحدد مجموعة التعريف في البداية. إذا مجموعة التعريف الدالة جي، إذا إكس كتنتمي لآر، إذا لدينا المقام، إذا المقام خصو يكون كيخالف الصفر. إذا مجموعة التعريف ديال الدالة ديال جي كتساوي لنا آر ناقص صفر، أو لا يمكن لي نعبر عليها بآر إطوال، آر إطوال. إذا هذا كذلك بأن آر إطوال إي سيميتريك، أو بيان إي سيميتريك بارابور أ زيرو، يعني متماثلة بالنسبة للصفر. دونك بالنسبة للشرط الأول بوغ تو إكس
ابارتيان ار ايطوال، اذا اللي كانت اكس كتنتمي لار ايطوال فناقص اكس خلقها كتنتمي لار ايطوال. علاش؟ لان ار ايطوال اي سونتري او بيان كنقولوا ار ايطوال اي سيميتريك بارابور ا زيرو. ار ايطوال اي سيميتريك par rapport à 0. الشرط الثاني غادي نحسبو f ديال ناقص x، غادي نعوض x بناقص x، اذا 3 على ناقص x، ناقص نطلعها الفوق غتولي ناقص 3 على x، اذا هاد التعبير هذا هو التعبير ديال x، الجي اذا هو الجي ديال x ناقص الجي ديال اكس، وبالتالي الداله هي داله فرديه فونكسيون امبير. دونك جي ايتون فونكسيون امبير. الحاله الثالثه مجموعة التعريف، إذا دي ديال اف و بين دي ديال اش، إذا اش دو اكس عبارة عن فونكسيون بولينوم، دونك اوتوماتيكمون دي ديال اش ايتيكال ا اخ. إذا بالنسبة للشرط الأول بوغ تو اكس ابارتيان ا اخ موان اكس ابارتيان ا اخ، الشرط الأول ما عنديش فيه مشكل. الشرط الثاني اش دو موان اكس، إذا كنعوضو x بناقص x، إذا دائما ناقص x كندير لي بارونتيز زائد ناقص x الكل أسيدنا. إذا ناقص x أس 3 هي ناقص x أس 3 زائد، إذا ناقص مي كيكون عندنا الأس عدد زوجي بير فكيكون كيساوي، هنا خصني نتابه x إلا كانت ان بير كيكون عندنا ناقص اكس اس ان، وبيان زائد الا كان عندنا ان امبير فردي بحال اكس اس 3 اكس اس 5 فكيكون عندنا ناقص اكس اس ان، اذا زائد اكس او كار. اذا فهنا كما كنلاحظوا فراه ما كتساويناش اش دو اكس وما كتساويوش ناقص اش دو اكس، اذا هنا ديفيرون دو اش دو اكس وبيان موان اش دو اكس، وبالتالي فالدالة مزوجية ما فردية. إذا هنا h est une fonction إذا ni pair ni impair. إذا الدالة ممكن تكون pair ولا impair ولا ni pair ni impair. La question ou bien la fonction 4, idem d dire t, x appartient à r, idem la condition d'existence, indi wahed le maqam, idem tabir le maqam doit être différent à 0. Idem x n'a pas juj tchalif 0, yani anna x tchalif 2. Donc d dire t, est égal à r, et n'a qu'à ce la valeur interdite, et r moins 2, et d'un kadalik, fa short awel, halwa short muhakkak amla, et d'un halim kagoulou x, tu khalif et nan, yani, il a khadina metselen, et d'un pour tout. X appartient à R, est-ce que moins X appartient, ou bien pour tout X appartient à D dl T, est-ce que moins X appartient à D dl T? Il a dit, مثلا l'adad, ناقص 2. Et dans ناقص 2, qui intemi le DT. Ou alors, 2, là, intemi, il a DT. Et dans ناقص 2, il a un autre exemple, ou bien, واحد العدد ما كينتميش لمجموعة التعريف، يعني ما كيحققش الشرط الأول،
الشرط الاول حنا كنقولوا بو 2 اكس اباسان دي تي خص ناقص اكس كنتسمي دي تي، ملي كنقولوا اكس عدد سواء موجب او سالب يعني يكفي يكون كينتمي لدي تي. دونك شنو كنقولوا هنا؟ كنقولوا اون موان دو ابارسيان دي تي مي يعني موان موان دو اللي هو دو لابارسيان با ا دي تي. دونك في هذه الحالة كيكون عندنا دي تي ني با سيميتريك بارابور ا زيرو، دونك دي تي ني با سيميتريك غير متماثل بالنسبة لصفر بارابور ا زيرو. دونك اش اتون فونكسيون كما الحالة السابقة ني بير ني امبير.